على لا فيكتوار هذيا ونتاسفوا على الوضعيه تاع فريق تلمسان فريق يلعب الكره. كنا نتمنوا يكونوا في الوضعيه اخر من الناديه. حنا كنا محتاجين لا فيكتوار هذيا اللي باه نكونفيرميو الان بوين اللي جبناه من المغرى. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي ابليكينا لي كونسين تاع لونترينار والحمد لله يا ربي لا فيكتوار كانت جاتنا بنتيجه عريضه وان شاء الله نكملوا في المستوى هذا ان شاء الله. صحاش ما كانش سهل علينا وين حضرنا لها مليح كونتر اون ايكيب بدا تيمسير راح يلعبوا الكل يلعبوا على السقوط والحمد لله ثم حضرنا مليح المقابله هذه وسجلنا الهدف بروميير ميتون زدنا دوزيام ميتون كملنا على نفس الوتيره والحمد لله فوز عريض بالاداء والنتيجه وين يسمح لنا ان شاء الله العصومان هذه نحضروا بكل جديه ان شاء الله المباراه مولودة العاصمه ان شاء الله. يجب علينا اليوم ممكن الفريق بعد مباراه مقرى كان يعيش تحت ضغط انه لازم يخرج من سلسله الهزائم ممكن 5 لقاءات بدون فوز. نظن لي زيسبري يعني تاع اللاعبين كان نوعا ما بعض التخوف او نقدر نقول بعض القلق، لكن اليوم شاهدنا فريق يعني كان منظم صراحه. اليوم مسيطرين على المباراه تقريبا 90 دقيقه كاملها يعني بدون خطوره تذكر من وداد تلمسان، ورغم انه ليس مقياس يعني بصراحه بالنسبه لي انا، ولكن اليوم اللاعبين شفناهم متحرين، شفناهم يلعبوا بروح ويلعبوا بكتله كفريق. نظن كان في العديد من الامور الايجابيه اليوم وخاصه منها التهديف واحترام المنافس. في الاخير شكرا للاعبين انا صراحه لانهم هما في الاخير هما الممثلين الحقيقيين لشباب قسنطينة فوق أرضية الميدان. الحمد لله نظن الفوز مستحق أمام فريق ممكن راهو يبحث عن نفسه ويحاول يخرج من 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 المركز الأخير، وإحنا بطبيعة الحال نحاول كما قلت للاعبين نبحث نلعب مباراة بمباراة ونبحث الفوز بالمباريات اللي جاية إن شاء الله. الموال ما كانش نقول واش نقول لك، هي تقول لي نتيجة عريضة، نتيجة خسارة رحتنا 3 نقاط عاري، نتيجة ب5-0 ولا 1-0 هزيمة. أنا نظن باللي فريق وداد تلمسان يعرف في العام والخاص باللي فات رفيت في مرحلة، هاد السنة مرحلة صعبة مرحلة كارثية. نظن باللي هاد الفريق ما كانش عنده تحضير في الأول، ما قدرش يكون، لأن صافي 3 ولا 4 هو دائما صدر يعاني. هاد السنة كانت بالك سنة خاصة لوي الفريق، ما حصلش على نتائج إيجابية في المباريات الأولى، هذا لسوء التحضير. كذلك ما كانش عندنا لاعبين قدام اللي يقدروا يسجلوا لنا أهداف. وحنا جينا اليوم لما تكلمنا قلنا باللي هذا الفريق لازم نعاود النظر فيه وين نكونوا إن شاء الله
فريق تنافسي، فريق بجل لاعبين تاع تلمسان اقل من 21 سنه واقل من 19 سنه، وان شاء الله نخدموا على المدى المتوسط والمدى البعيد سنتين او ثلاث سنوات باش نردوا الهيبه والمكانه لهذا الفريق، لان هذه ماشي مكانته، وبتضافر الجميع، بتضافر كل الناس، كل المحبين، نظن نقدروا نحصلوا على هذه النتيجه ولا هذا الشيء اللي رحنا محتاجينه.